اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك. احنا عندنا يوم في الاسبوع السمك، ولكن بنجيب الاسماك اللي هي في متناول الجميع، اللي يقدر الغني والفقير ياكلها، ولكن يعملها بخبره طهويه عاليه جدا. ما نستهزاش لما يكون عندنا جزل هامور، جزل قشر بياض، جزل وقار. سمك الجزل بيطلق على السمكه وهي متقطعه ببركتها. الفيليه يطلق على السمك اللي هو بيتفلى من السمكه، يتخلق من الشوك والحسك، عشان نبقى نعرف الفرق بين الاثنين. فالجزله دي عامله زي اللحم بعظمه، لما تروح عند الجزار تديله 2 كيلو لحمه بعظمه، هي الجزل زي كده. معانا جزل النهارده هنعملها صينيه بالبطاطس، ولكن اختراع جميل جدا الشيف المغازي بيحب ياكلها، وعشا البطاطس اللي بتجاور السعيد، وتجاور السعيد يسعد. ومعانا النهارده طبق مكرونه بالكاليماري والكريمه. المكرونه معايا النهارده شكلها قواقع، الاطفال بيحبوا اشكال الهندسيه للمكرونه. عملنا امبارح كانت سلطه مكرونه في يونكا، النهارده مكرونه قواقع هنعملها مع الكاليماريا والكريمه. ممكن نستبدل الكاليماريا بدل الصبيط، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ولكن عند الرنجه سمع هس. معانا رنجه النهارده وانا خبير رنجه وبعترف بكده، والسوشيال ميديا مدلعانا اخر دلع في ان انا رنجه انا بحبها واحب ابدع فيها. عملناها حواوشي وعملناها تورتايه وعملناها مافن الرنجه وعملناها مقليه كريسبي. الرنجه النهارده هعملها فطيره، فطيره الرنجه بالخضار، حاجه لطيفه وجميله كده. تشوفنا كلها ازاي مع بعض. عامله زي الكوشلارين من المطبخ الفرنسي، يبقى واخده سبانخ، واخده كريمه، واخده خضار، اختراع مغازي يعني. خلينا نشوف نعملها مع بعض ازاي، والرنجه اللي بيحب الرنجه يبدع في تفاصيلها وعمايلها. يعني نقول مع بعض تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم كمان جديد. المكرونه هي كلها في حله واحده، هتستوي هنا والكاليماري هنا والخضار هنا وكل حاجه هنا. شفنا المقادير استاذ رحب؟ اشتغل اشتغل. حاضر، يلا يلا نشوف. معلقتين من زيت الزيتون، والمقادير على الشاشة. مكرونة قواقع، وبصل، وتوم، كاليماري، سبيت، الاتنين واحد شكلا وموضوعا ومضمونا وكل حاجة. دي اسمها رخويات البحر. البحر فيه ثلاث عائلات، ثلاث عائلات أغنية: قشريات، رخويات، أسماك اللي هي الفلهات والحاجات دي كلها، من اول البربوني للبياض لقشر البياض للبلط للبوري للوقار للهامور للمرجان، دينيس، زبيدي، دراك، كل ده سمك. القشريات جمبري، استاكوزا، بلح البحر، كابوريا، كل ده وجمبري. الرخويات كاليماريا دي اساسي، والسبيت والاخطبوط. ولكن يا اخوانا الكاليماري بيشد مننا، كاليماري مش بيستوي. كاليماري يا عم الشيف المغازي بنيجي ناكل منه بتلاقيه زي البلاستيك واحنا بناكل، وبشوف الكلام ده. انا قطعت الكاليماري بس ما حطيتش عليا، مفيش اي حاجه على اهو كاليماري اهو، او صبيت معلوش اي حاجه خالص، لا زيت ولا توابل ولا بهارات ولا اي حاجه. كل القصه معايا طاسه شديده الحراره، ودايما تستخدمي مع الاسماك الاواني الطهي زي طاسه او جريلا تكون المعدن بتاعها جيد وتسميك عشان درجه الحراره دي مهمه جدا على فكره، دي قالب باء. والزيت هنا سخن جدا 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 اهو. بنزل بالكاليماري. على فكره الكاليماري دلوقتي فيه روح، ودايما يقول لك يا كان ماشي في امان الله، ده لسه شايفه امبارح جات له سكته قلبيه. سكته قلبيه يعني مره واحده خلاص قلبه وقف. الكاليماريا فيها خيوط وفيها عروق وفيها انسجه، الانسجه دي انا عايز اقطعها مره واحده علشان يستوي من دقيقتين بالظبط يكون الكاليماري ده استوى. ما احطش عليه اي حاجه خالص ولا اي سائل، الزيت شديد الحراره اهو. شفتي لونه اتغير ازاي؟ هو ده استوى الكاليماري خلاص خد الصدمه. هي الصدمه دي تسويته، سواء مع الكاليماري او سواء مع السبيط. انا يا فندم فين يا فندم؟ انا معاك اهو. ده كلام برضه يا شفيق يلزق ده كلام اهو. ما تغطيهوش عشان انا مش بسلقه، اسيبه على النار. حلو الكلام، وانساه شويه. معايا مكرونه اهي، المكرونه دي بحضرها شويه كده في شويه الميه اللي بيغلي دول. الله، هو ده. مش هتستوي هنا، ده هي هتستوي هنا ربع سوا، تكمل سواها مع كاليماري باذن الله. وابدا وانا شغال كده اقطع شويه الخضار الحلوين، ممكن فلفل، ممكن بصل، ممكن ثوم. على فكره مخرجنا ذواق، عشره بقى. كام سنه يا شفيق مع بعض؟ طيب
فاحنا دلوقتي هنبدا نشتغل في المكرونه بالكاليماري، ونبدا نضيف لها الخضار اللي موجوده عندك في الثلاجه. عندك فلفل الوان، عندك كوسه، عندك شويه كرفس زي ما انت عايزه. معانا عود شبت صغير كده حبيب المكرونه، وخاصه المكرونه بالسي فود. ما تكترش بالشبت لانه حرام. عود من الكرفس ده كده، فلفل ده كده، ده معانا زي الفل. والسبيت في النار، خلي بالك ده ما تقربش منه، سيبيه بقى وعايش مع نفسه. اول حاجه باخد الفلفل ده كده، ده مش حار، خلي بالك اللي ياكل منها مش سبايسي قوي. شيل الفلفل البزر ده كده، ده مش هنزل بيه دلوقتي غير لما اتاكد ان السبيت استوى، قصدي الكاليماري استوى. الفرق بين السبيت والكاليماري، حاضر، قصدك السيبيا. احنا هنا في مصر نسمي السبيت سيبيا، لا في السواحل يسموه سيبيا. سيبيا اللي هو السبيت، حلو الكلام. والكاليماريا معروف اللي هي الكاليماري. الفرق بينهم الاثنين لونهم ابيض، دي رقم واحد. الطعم تقريبا 90% من طعم واحد. التوظيف مختلف، السبيت يتحشي، ده الفرق بينهم بس. السبيت لا سوري، الكاليماريا تتحشي، ممكن نحشيها زي الحمام يعني. يتعمل مع مكرونه، يتعمل مع شوربه سي فود، يتعمل طواجن، يتعمل بالكريمه، يتعمل بالقشطه زي ما انت حابب، يتعمل مقلي كريسبي لطيف وجميل. ادي الكاليماري استوى اهو، ننزل الخضره دي كده، حلو. بصلايه ناعمه صغيره، خضره مش هنزل بيها دلوقتي. الله، خلاص خلص الطبق. مع العيد صلصه طماطم مع الكاليماريا والسبيط بتدي طعم حلو قوي. الطواجن الحمراء بتاعت السي فود، عشان كده تلاقي السماك يقول لك عايزاه ايه، احمر ولا ابيض؟ احمر يعني بياخد طماطم او معجون طماطم او صلصه، الابيض بياخد كريمه لباني وحليب. حاضر عينيا، اوريك الفطيره دلوقتي، تقلقش. كده الكاليماري جاهز، المكرونه اخبارها ايه؟ تكمل سواها بعون الله. اهي شفت المكرونه معانا اهي، بص على المكرونه دي كده اهي، في ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم، شيلها كده بالميه بتاعتها. استوت خلاص. الله الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ولادك بقى مش بياكلوا السمك، ما تقولهمش ده سمك، انا عامل لكم مكرونه يا اولاد النار. هيلاقي نفسه بقى بيت ايه، بيتكعبل مع الكاليماريا اللطيفه دي كده، ياكلها يلاقي طعمها حلو، يقول لك يا ماما هي دي ايه اللي عامله زي البطاطس المقليه. رد عليه يقول له دي يا بابا دي سمك كاليماري. بلاش سمك، الاولاد يقول لك انا مش باكل السمك، بس عايز 2 كيلو جمبري يقعد ياكل فيهم، ده عايز بقى ايه بنك وراه ده. والله في اطفال كتير وكبار السن كمان يقول لك مش باكل سمك، والله يا شيخ انا باكل جمبري. يا نهار ابيض، يا عم كل سمك احسن. حلو، تضحك تضحك. نمسك الخضره دي كده، الشكل ده كده، مش هحطها دلوقتي خالص، يتحط فين؟ قبل التقديم مباشره. عود شبت صغير، خضره بتاعتك، ممكن كرفس، ممكن بقدونس بالشكل ده كده، بلاش العروق من فضلك. خلصنا الفطيره عينيا، بص عليها بص عليها ومل عينك. الله، شوف الحلاوه، شوف الجمال. السمسم بقى اتحمص والعجينه بتفاصيلها زي الفل. اقول لك على تركايه حلوه وانت بتعملي العجينه، بس دي يعني عايزه برضو شويه وقت. خد الجلده بتاعت الرنجه دي، خد الزيت بتاعها زي ما انا خدته دلوقتي كده، هديكي شويه زيوت صغيرين كده،
الزيت بتاع الرنجة مع الزيت اللي انت بتحمري فيه تحمير الجلدة بتاعت الرنجة، تاخد المعلقتين الزيت دول تخليهم يشاركوا في العجينة بتاعت اللي انت عملتيها، راحت في حتة تانية، العجينة نفسها بقى طعم الرنجة وهكذا. شفت ازاي الموضوع جاي؟ هو تاني اقول جلد الرنجة اللي انا خليته من شوية حمرته نزلنا فيه بالبداية مع الخضار، بلا الخضار بنحط عليهم معلقتين زيت او معلقتين زبده، هيدوني في الناتج معلقتين مع الزيت اللي نازل والريحه بتاعته. اخد المضمون ده اعجن بيه العجينه بدل الزيت اللي انا حاطه في العجينه، خدنا في حته تانية. نقلب دول كده مع بعض. بجيب الكلام ده منين؟ من عند ربنا والله. دي بص تحب شغلك تلاقي ربنا بيرزقك. الرزق مش فلوس وبس. الرزق فكر، ابداع. حلو، مكرونه جاهزه، كريمه اللباني معانا. يا ويلي كريمه لباني كمان، هو ده. نقلبها. بسم الله. دي عايزه شويه فلفل اسود، كترش بهارات كتيره بقى عشان المكرونه تبان والكاليماري تبان. شويه فلفل اسود حلوين كده. انا حاطط ملح في سلق المكرونه، اوعي تحط ملح، وكده كده الكاليماري المستورد بيبقى مالح شويه. مش بكلمك الصراحه، دي كاليماري جايه اكياس، فكناها وقطعناها مش طازه. المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. اقول لك بقى جايبه من البحر ومصطاده والجو ده خالص زي الفل تمام. كاليماري جاهزه. يا الله، هناخد الطبق ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونغرف. الله عليك، تسلم ايدك يا عم الشيف. نعم يا غالي، ممكن. بقول لي ممكن بدل الكاليماري نحط جمبري؟ مكرونه بالجمبري. ممكن. خرجنا رايق. تجيب الجمبري اللحم نفس قواعد تسويه السبيطه والكاليماري هي مع اللحم، بس في الحاله دي الجمبري اللحم بيستوي بسرعه ما بياخدش وقت كبير زي الكاليماري او السبيط. طبق مكرونه زي ما قال المغازي، مفيش كتاب بيقول الكلام ده لسه. زي الفل. مطبخنا النهارده خليها سمك. النهارده عملنا فطيره الرنجه بتفاصيلها، دي عايزه صحن بطيخ وسلطه خضراء وخلص الكلام. عملنا صينيه بطاطس جامده جدا بالسمك، السمك ده جزل، السمكه وديلها وراسها معانا في الصينيه. عملنا طبق مكرونه جامد جدا، ممكن يتاكل بارد ويتاكل سخن، اللي هي المكرونه بالكاليماريا. شفنا عملناها مع بعض ازاي. اهم حاجه تخش مطبخك بحب، عارفه تعملي ايه، ولادك بيحبوا ايه، ترضي كل افراد الاسره، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. رؤية فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.